مشاهدينا، ونعود مرة أخرى للزميل خالد شقير مراسل إكسترا نيوز في فرنسا. خالد، طبعا كنت تتحدث عن بعض ما ورد في الصحف الفرنسية بخصوص تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، لو تكمل لنا الفكرة التي كنت تناقشها. الحقيقة يعني يبقى حتى منتصف ليلة الغد هذه الحملة الانتخابية قبل الجولة الأولى، الجميع يؤكد على ملف القوة الشرائية، وكان هناك حديث للرئيس إيمانويل ماكرون على القناة الفرنسية الأولى تي فان بالأمس، تحدث عن التضخم وتداعياته وارتفاع الأسعار والتخوف. طبعا من المعروف دينا أن هناك تثبيت لأسعار الطاقة قد قامت بها الحكومة الفرنسية حتى 30 يونيو القادم. في حالة ارتفاع أسعار الطاقة ستعاني الأسر الفرنسية وستتأثر قوتهم الشرائية، ولهذا هو تحدث بالأمس أن الشركات الكبرى والصغرى التي يتعدى عدد العاملين فيها 50 يمكن أن يتم استثنائها من الضرائب بشرط أن تتقاسم الأرباح مع العاملين فيها. وتحدث أيضا عن ملف هام جدا وهو ملف المعاشات، وأنه سيبحث في رفع المعاشات اعتبارا من هذا الصيف. طب خالد، في المقابل ماري لوبان وعدت بزيادة في الرواتب بنحو 10% عن طريق ربما إعفاء الشركات من الضرائب، بالإضافة لوعود بزيادة حصة الإسكان الاجتماعي. إذن يعني هناك وعود متبادلة للناخب الفرنسي ربما لتخفيف الوطأة عنه بسبب ارتفاع نسبة التضخم الحالية والأعلى في تاريخ فرنسا. بالطبع أحمد، يعني هذه النقطة وهي نقطة القوة التي دفعت يعني ارتفاع أصوات في طبعا استطلاعات الرأي مارين لوبان من 20 ل 22 و23، وانخفاض النسبة التي كان يحصل عليها منذ 10 أيام 30%، الرئيس الفرنسي أصبحت الآن 28. ولكن تبقى دائما هذه مجرد وعود انتخابية حسب المختصين في الصحف الفرنسية. أحمد، إذا يعني دققنا فيما قالته الصحف الفرنسية، هناك تخوف من وصول مارين لوبان يؤثر على البورصة في فرنسا والبورصة الأوروبية بصفة عامة وبصفة خاصة، أنها تأتي في مرحلة تحدث فيها حروب في المنطقة في القارة الأوروبية، ولهذا هناك تخوف من قبل البورصة في فرنسا ومن العاملين في مجال الاقتصاد. وهناك الكثير من المحللين يؤكدون على أن فرنسا اقتصادها يعتمد بالأساس على الضرائب، فبأي صورة أو بأخرى تبقى هذه مجرد وعود انتخابية، ولكن يمكن تطبيق تخفيض الضرائب على مثلا مجال الطاقة، ولكن هذا سيفقد الميزانية الفرنسية الكثير من الأموال. يبقى يعني يوم واحد فقط يستطيع من خلاله المترشحين الحديث مع الفرنسيين لمحاولة تطمينهم في الوقت الذي بالفعل أحمد هناك مشكلة كبيرة جدا نتيجة ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار، وهناك تخوف من انهيار بعض الشركات وبصفة خاصة شركات الإنشاء والتي تقوم بعمل الكثير من المشاريع في هذا المجال. طيب خالد، بالحديث عن التضخم، يعني سمعنا أنه بعض الدراسات تقول بأنه كثير من الفرنسيين يفضلون قضاء عطلاتهم السنوية داخل فرنسا، وهذا نظرا لارتفاع أسعار الوقود وبالتالي ارتفاع تكلفة السفر. بالتأكيد، يعني هذا كان استطلاع للرأي تم إجراؤه صباح هذا اليوم. يعني ارتفاع أسعار الكيروسين بنسبة 30% يجعل زيادة أسعار الرحلات الداخلية من 7 ل 17% بتزيد، وتصل الزيادة إلى 40 يورو. أما بالنسبة للرحلات الطويلة فالأسعار
بترتفع بصوره كبيره، تصل من بين 50 ل 100 يورو عن كل تذكره، وبصفه خاصه بعد زياده قيمه التيفيا او الضرائب على تذاكر السفر. وطبعا هذا الاستطلاع الرأي يؤكد على ان الفرنسيين وبصفه خاصه قريبا هناك اعياد الفصح سيحاولون التقليل من حركاتهم. 52% من الفرنسيين ينوون او ينتوون قضاء اجازاتهم في فرنسا لتخفيض بعض من النفقات، لتوفير هذه النفقات في شراء يعني احتياجاتهم الضروريه ومحاوله يعني انهاء الشهر الخاص بهم. اذا هناك بالفعل رغبه من الفرنسيين بالبقاء في فرنسا لقضاء اجازات، سواء هذه الاجازات اجازات عيد الفصح او اجازات الصيف. وان المشكله الكبرى الان هو ان يعني هذه الـ يعني هذا الاقتصاد والسياحه، القطاع الخاص بالسياحه الذي يشهد ازمه منذ جائحه كورونا ما زال يعاني، وهذه المعاناه بترتبط بصوره او باخرى بالتضخم والتخوف لانهيار هذا القطاع. فهو هناك محاولة من قبل الفرنسيين تم رصدها لإنقاذ هذا القطاع من الانهيار في ظل ارتفاع أسعار تذاكر الطيران. خالد، الآن الفارق بين إيمانويل ماكرون كرئيس مرشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية وأن ماري لوبان كمرشحة متطرفة كما توصف في أوساط فرنسية، يقترب الفرق بينهما إلى 4% فقط لصالح الرئيس ماكرون. وربما زاد من الدعم ماكرون ما قيل إنه التفاف حول موقفه، التفاف الحكومة الفرنسية حول موقفه من الأزمة الروسية. هل إذن نتوقع في الفترة المقبلة، في الساعات المقبلة، أن يكون هناك تشدد أكثر ربما من ماكرون تجاه الملف الروسي حتى يحظى بدعم أكثر من الناخب الفرنسي، من الحكومة الملتفة حوله حالياً؟ أحمد، الحقيقة هذه نقطة هامة جدا تحدث عنها بالأمس الرئيس ماكرون في لقائه بالتلفزيون الفرنسي تي اف ان في القناة الأولى. تحدث عن أن تصريحات رئيس الوزراء البولندي ليس لها أي أساس من الصحة، وهجومه هي لأسباب انتخابية لصالح جهة ما لم يسمي مارين لوبان، ولكنه تحدث على أن فرنسا ترى في أن الإبقاء على عفوا خالد للتوضيح، هو موقف رئيس الوزراء البولندي من الرئيس ماكرون والذي وصفه ربما المتخاذل احيانا او بعدم القوي بما يكفي، وهذا تصريح صدر قبل عده ايام. بالفعل هو بالفعل رئيس الوزراء البولندي، ويعني هذا التصريح يعني انتقده هو الرئيس الفرنسي، واكد على ان اهميه التواصل والتواجد داخل في هذا الملف في التواصل مع الرئيس الروسي له اهميه كبرى لانهاء العمليه العسكريه في اوكرانيا وانقاذ اقتصاد ليس فقط فرنسا ولكن اقتصاد الاتحاد الاوروبي، لان تداعيات هذه الازمه هي تداعيات كبيره جدا بتهدد ليس فقط يعني الحياه اليوميه، ولكن بتؤثر بصوره او باخرى على الاقتصادات العالميه وعلى الازمه الغذائيه ليست في افريقيا واوروبا بل في العالم. ولهذا هو اكد على انه يقول ما يفعل ولا يفعل كما يفعل البعض بانهم يغيرون اقوالهم لاسباب انتخابيه، فسيبقى في التواصل مع الرئيس الروسي لايجاد حل لهذه الأزمة التي بدت لها تداعيات اقتصادية كبيرة جدا تأثرت بصورة أو بأخرى على جميع القطاعات، وسببت أزمة كبيرة بالنسبة للبنك المركزي الفرنسي الذي كان يعطي الكثير من الأموال لشراء العقارات وغيرها، وأصبح الآن يعني مترددا في هذا الأمر ويشدد على شروط إعطاء مثل هذه الأموال لامتلاك بيت أو شقة في فرنسا. وزادت هذه العقوبات الشروط على الفرنسيين، وزيادة الفائدة أيضا زادت الفائدة على هذا الأمر، مع العلم أحمد أن فرنسا كانت تدعم كل الفرنسيين ليبقوا أصحاب شقق أو منازل، وكانت بتقلل الفائدة لأقصى درجة لتشجيعهم، أما الآن فأصبح الوضع جد صعب للحصول على مثل هذا القرض أو مثل هذه الأموال من البنوك الفرنسية.
في مارسيليا مراسلنا خالد شقير، أشكرك جزيل الشكر.